على أرض استاد القاهرة اللي قبل 24 ساعة كان مسرحا لواحدة من أهم الإنجازات في الفترة الأخيرة لكرة القدم المصرية، وهي تتويج النادي الأهلي باللقب ال 12. بنبارك أكيد للنادي الأهلي وجماهيره تتويجه باللقب ال 12 بدوري أبطال أفريقيا. كل الجماهير المصرية أكيد سعيدة بهذا الإنجاز، ومن قبله أكيد إنجاز نادي الزمالك بتتويجه بالكونفدرالية الافريقيه. نفس الاستاد، استاد الرعب، وباعلام مصر اللي بتزين هذا الاستاد اللي هيستضيف باذن الله في تمام الرابعه عصرا، وفي درجه حراره مرتفعه الى حد ما تصل الى 36 درجه مئويه، واحده من اللقاءات الهامه في الجوله ال 25، وذلك عندما يستضيف البنك الاهلي نظيره الاسماعيلي في تمام الساعه الرابعه عصرا. برحب بحضراتكم مشاهدينا. الجولة ال25 تستكمل بهذا اللقاء اللي هيبدأ فيه تمام الساعة الرابعة عصرا. البنك الأهلي يستضيف نظيره الإسماعيلي، وكلاهما بيسعى لعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي والاستمرار في النضال والمكافحة من أجل البقاء في موسم آخر من بطولة دوري نايل هذا الموسم. أكيد الإسماعيلي والبنك الأهلي تأزموا في الموسم الماضي، فضلوا يعني بمعنى أصح إن هم يعافروا بلغة كرة القدم من أجل البقاء، ولكن هذا الموسم وراهم ثلاث فرق أيضا متمسكة بالأمال، وهم فاركو والداخلية والمقاولون العرب. ولكن كل من البنك الأهلي والإسماعيلي عندهم من الكفاءات والإمكانيات اللي تقدر تخليهم أن يستمروا. ولكن مباراة النهاردة هتكون مباراة صعبة، كل فريق جاي من هزيمة في الجولة الماضية. البنك الأهلي تعرض للهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا، وأيضا الإسماعيلي هزم أمام بيراميدز، ولكن كلاهما قدموا مباراة جيدة. كمان خارج الخطوط موجود اثنين مديرين فنيين مشهود ليهم بالكفاءة في يعني مش بس الفترة الماضية، الحقيقة كابتن ايهاب جلال عنده إنجازات كتيرة جدا مع كل الفرق اللي مسكها، يكفي إن هو قاد مصر المقاصة أيضا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا واحتلال المركز الثاني. كابتن طارق مصطفى أيضا كفاءات خارج مصر، ولكن يعني الحظ مش معاه قوي مع البنك الأهلي، ولكن حتى هذه اللحظة بيقدم مباريات على المستوى الهجومي بشكل جيد، ولكن يمكن الناحية الدفاعية هي اللي بيعاني منها الفريق. ولكن لازال مستمر البنك الأهلي والكابتن طارق مصطفى أيضا في التمسك بالأمل. كل فريق بيبحث في مباراة اليوم عن الفوز السابع ليه في دوري نايل هذا الموسم. كل التفاصيل الفنية أيضا هنشوفها مع كباتننا الكبار في هذا الاستوديو التحليلي، كل من الكابتن احمد الكاس والكابتن حسني عبد ربه. ولكن قبل ما نتكلم في كل التفاصيل الفنيه خلونا نشوف تقرير عن هذا اللقاء ونرجع نكمل مع حضراتكم.